مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. امبارحة فاجأ كل من أسامة مروة وغيث مروان الجميع ببث مباشر على برنامج تيك توك ولأول مرة، وإقامتهم لا تحدي مع بعض، والأجواء كانت هيك. أما رغدة فاستضافت نارين بيوتي ببرنامجها الجديد باسم الصندوق الكذاب، ونشرت نارين هالستوري من البرنامج وعلقت به كمية الكذب بالفيديو. أما قمر الطائي ومن بعد ما اختفت بسبب مرضها تفاعلت امبارحة باحتفالها بمناسبة تخطي بوست لها على انستغرام 2,000,000 تعليق، وشكرت الجمهور على ذلك بهالستوريهات. فرجع البعض من الجمهور وقارنها بلانا محمد اللي نشرت قبل فترة ستوري احتفلت بوصول بوست لها ل 30,000 كومنت، مما أدى البعض للسخرية من لانا نظرا للحرب اللي بين فانز قمر الطائي وفانز لانا محمد. أما صبا شبعة فأطلقت أغنية جديدة، وهالمرة كانت كلماتها من التعليقات السلبية اللي توصلها، فشو رأيكم بالفكرة والأغنية عامة؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. بكره هيك هاي البنت بدها علاج، أعوذ بالله من الاستفزاز، أنا شو عملت عشان يطلع لي الفيديو تبعك؟